بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد بن عبد الله الصادق الأمين. كما تعلموا أخواني نحن الآن في مدينة حرض، لم تبعد عنا إلا أمتار قليلة، والنصر حليفنا. نحن بقوة الله قوة، وبالحق قوة، وبتجمعنا قوة، وبتواجدنا قوة. بإذن الله سنلحق الحوثي وميليشياته، وسنضحي لا بكل ما تعنيه الكلمة، وسنقدم الغالي والرخيص من أجل عرض رسول الله، ومن أجل العرض والشرف. لقد عاثوا في الأرض فساد، نقول لهم كفى. نحن الآن جينا والله والله سنبذل أرواحنا ودماءنا، وسنضحي بكل ما تعنيه الكلمة، أرواحنا ترخص من أجل هذا الوطن يا حوثي. هذه الأراضي اللي بين الآن التي تم سيطرة عليها من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وتم اقتحام مواقع جديدة للميليشيات، وقادمون إن شاء الله والجمرك محاصر من كل الاتجاهات. والآن الميليشيات تعيش بحالة رعب من كثر هجمات الجيش الوطني المكثفة العملية العسكرية الناجحة بإذن الله سبحانه وتعالى، وقادمون لتحرير بلدنا الغالي اليمن الحبيب، وسنريق دماء المتمردين أينما كانوا، وسنردق أوكارهم بأي إن كانوا، ونحن جاهزون لأي عملية عسكرية أخرى. المعنويات فل. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في جبهة حرض. المعنويات فل 100%. المعنويات عالية. فل 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 فل. عالية عالية. ونقول لقيادتنا والله إحنا تحت الأوامر، تحت الأوامر. اضربوا بيد من حديد، لديكم جنود لا يخافوا إلا الله، لا يخافوا إلا الله. سنقاتلهم حتى آخر قطرة من دمائنا الميليشيات. الله أكبر والله أكبر والله أكبر والله أكبر والله أكبر والله أكبر. نحن في جبهة حرض يعني صامدين صامدين حتى إن شاء الله نحرر مدينة حرض، وسوف نحرر باقي مدن اليمن في صنعاء وتعز وكل الجبهات إن شاء الله، يعني منتصرين نحن على الحق وصامدين ضد هذا المجوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقاومة والجيش الوطني شند عر الحوثيين ونوصلهم إلى كوف مران. عندنا المعنوية فل وعالية. الجيش الوطني يتحدث عنه كل الجيوش أنه بيد عر الحوثيين، هؤلاء اللصوص الصهيونيين تبع إيران، وإحنا العزيمة موجودة والرجال موجودين، وإحنا موجودين في نصدهم عن بكرة أبيهم من أولهم لآخرهم، والله لا يبقى آخر حوثي لا ندخله لكم في مران. وعبد الملك، هذه رسالة لعبد الملك. يا عبد الملك يا عبد الملك، صبرنا كثير، صبرنا صبرنا صبرنا، والآن جايك الجيش.